بسم الله، اهلا بكم يا شباب. في الفيديو ده هكلمكم عن الكونكشن سيستمز المستخدمة في انظمة الطاقة الشمسية. طبعا لازم تبقى عارف ان ما ينفعش اوصل اطراف الالواح اللي طالعة من عندي دي سي، تمام، واروح اخدها واربطها ربط في الانفرتر او اربطها مثلا في اي مكون تاني. فلازم يبقى في توصيلات خاصة بانظمة الطاقة الشمسية او اللي احنا بنسميها الكونكشنز او الكونكشن سيستم الخاص بالطاقة الشمسية، لان لو حصل اي توصيلات رديئة ده ممكن يعمل لي قوس كهربي، وده بيزود من المخاطر الكهربية وبيؤدي لي الى مخاطر حريق. وبالتالي احنا استخدمنا نظام اسمه بلاج اند بلاي. باخد القابس ده، تمام، ذكر، وادخله في المقبس هنا، ده انتهى ميل وفي ميل، تمام. بلاج اند بلاي سهل التركيب جدا. في طبعا اجزاء بتبقى عبارة عن كونكشن يطلع منها، تمام، فردة واحدة او طرف واحد يكون داخل لها اتنين. يعني ممكن اجيب اتنين سترينج، داخلة سترينج رقم واحد البوزيتيف هنا والبوزيتيف سترينج رقم اتنين هنا، وهم الاتنين اخد منهم بوزيتيف واحد اروح رايح على الانفرتر. ممكن يكون فوق برضو النيجاتيف سترينج واحد ونيجاتيف سترينج اتنين، اجمعهم هم الاتنين واروح بيهم على الانفرتر. وبالتالي لازم يكون عندي حاجة بنسميها تاتش بروف بلج كونكتورز. دي تاتش بروف بلاج كونكتورز بستخدمها في العمليات الخاصه في التوصيل بين، تمام، الواح الطاقه الشمسيه وبعض بينها وبين، تمام، الكومباينر بوكس. يبقى انا دايما باخد اهو الواح الطاقه الشمسيه بركبها على الكونكشن سيستم وباخد منها الكابلات بتاعتي واروح داخل على الكومباينر بوكس، او اقدر اروح على، تمام، الانفرتر. يبقى انا هنا مثلا لو عندي حتى بطاريات، ادي بطاريه رقم واحد واخد النيجاتيف بتاع بطاريه واحد والنيجاتيف بتاع بطاريه اتنين، دخل هنا على، تمام، تفريعه بتديني واحد واتنين، واروح طالع منهم كلهم، يبقى هو ده النيجاتيف العام، تمام. خدت البوزيتيف الاحمر مع البوزيتيف، دخلتهم هما الاتنين، خدت بوزيتيف واحد بس، هو ده اللي اطلع بيه على متحكم الشحن. يبقى انا ممكن استخدم الكونكشنز دي مع الالواح مع البطاريات عشان تسهل عليا عمليه التوصيل. يبقى الكونكشنز هنا عباره عن بلاج اند بلاي كونكشن زي ما احنا شفنا في الفيديوهات السابقه الام سي 4 والتوصيلات بتاعته. يبقى الفيديو بسيط بيتكلم عن الكونكشنز المستخدمه في انظمه الطاقه الشمسيه. خلي بالك ما ينفعش توصل الاسلاك مباشره، دي ممكن تعرضك لمخاطر شورت سيركت او تعرضك لمخاطر حريق، فبالتالي انت ملزم تستخدم اسلاك من النوع اللي احنا بنسميه بلاج اند بلاي. واشوفكم في فيديوهات تانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.